ايه رأيك يا ساجدة؟ جميلة قوي بجد. ريتال ايه رأيك؟ يامي يامي. قولي تاني كده عشان الناس تسمعك. يامي يامي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا، عاملين إيه؟ يا رب في أحسن صحة وأحسن حال. معاكم حنان حمودة من قناتي سهلة وبسيطة مع حنان حمودة. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن المكرونة. الطاجن اللي بناكله برا أنا بحبه جدا، ولادي بيحبوه جدا. هعمله معاكم بطريقة سهلة جدا جدا جدا، إن شاء الله هتعجبكم وناجحة إن شاء الله 100%، واحلى من بتاع بره وانضف، وانت ضامنه بقى الطماطم بتاعتك، ضامنه البصل بتاعك، ضامنه الثوم، مفيش حاجه فيها بقى فيها اي حاجه. تمام كده. انا ما بحبش اكل الشارع وما بفضلوش، وبحاول دايما اعمله في البيت. المكونات بتاعتنا اسهل مما يمكن. كيس مكرونه، هتستعملي كيسين، الكميه على حسب ما انت عاوزه. بصلايه صغيره، ما تكتريش بصل، بره مش بيكتروا بصل عشان كده بقى طعمه حلو. كام فص كده من الثوم، بتاع 5 6 فصوص. قرن فلفل، ده قرن مقسوم نصين، واحد احمر وواحد اخضر، تمام، عشان الريحه وعشان اللون، الاثنين بيدوا طعم حلو قوي. معايا ده نص كيلو لحم مفروم، بس انا مش هاخده كله، انا هاخد نصه بالظبط، يعني حوالي ربع كيلو لحم مفروم. ودي بوله حوالي مج من الصلصه، دي بوله يعني صلصه، بس الصلصه الثقيله بتاعتي اللي انا بعملها معاكم دايما، ده مج واحد منها هيكفيني كيس المكرونه وهيبقى زياده كمان. تمام كده. التوابل بتاعتي بكل سهوله، عندي ملح، فلفل ابيض، كزبره او الفلفل الاسمر، بس اعمل الفلفل الاسمر يبقى تمام، بس انا بحب الفلفل الابيض زي ما قلت لكم كل فيديوهاتي وبستعمله على طول. ودي معلقه كاري، معلقه صغيره من الثوم البودره عشان بتعلي الريحه، وعلى فكره الثوم البودره ده انا عاملاه في البيت وهبقى اوريكم انا بعمله ازاي. تمام كده. واخر حاجه دي معلقه من الكمون. تمام كده. هروح اقطع الحاجه بتاعتي دي في الكبه ناعم، في الكبه مش هدق الثوم ولا حاجه، كله في الكبه هقطعه ناعم جدا، ونروح على الحل عشان ننفذ على طول لانه ما بياخدش 5 دقائق بالظبط. اتمنى لو الفيديو عجبكم اشتراك ولايك، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. خليكم معايا، هقطع الخضار زي ما قلت لكم وارجع لكم على النار عشان نشوف هنعمل ايه، لانه ما بياخدش حاجه غير التقطيع وبس كده. خليكم معايا. هنا حبايب قلبي انا جبت طاسه على النار او حله زي ما يكون، احط فيها معلقه صغيره من الزيت مش كتير، واهم حاجه بقى هحطها عشان اللحمه بتاعتي تبقى بريحه وطعم بره، دي اللي هي الضاني اللي انا مسيحاها، هحط منها معلقه صغيره. يعني بصوا هي بس عشان المعلقه باينه اهي، دي بقى بتخلي ريحه اللحمه مش عايزه اوصف لكم، وريحه الطاجن فظيعه جدا جدا جدا. دي معلقه صغيره. هعمل ايه كمان؟ هجيب التوابل بتاعتي، اول ما الحتة الدهن دي بس كده تفك، ده دهن ضاني انا عاملاه في البيت من دهون انا عارفاها ضاني. تمام. لما بجيب اللحمه الضاني بيبقى فيها دهن كتير انتوا عارفين، فانا بشيل الدهن ده، بينفعني بقى في الحاجات دي، وبسيحه على النار، وهبقى اوريكم ازاي بسمحه بسيحه واحتفظ بيه، بيقعد معايا اكتر من سنه ما فيهوش اي حاجه، ومش محتفظه بيه في الثلاجه ولا حاجه. تمام. بس عايزه اقول لكم الريحه بتبقى تحفه. انا هنا هحط ايه؟ هحط بس الثوم البودره، الثوم البودره هنزل بيه كده، وهنزل بقيه التوابل على فكره بس مش دلوقتي، اهم حاجه هي الثوم البودره، يا دوب بس يسخن زي ما قلت لكم. يا ثوم بصوا حتى هتلاقوه في الطاسه ما هواش بودره قوي، ده لان انا عاملاه في البيت. وهنزل عليه بالبصل والفلفلتين اللي انا قطعتهم. هقلبه نص تقليبه، يعني مش تقليبه بقى، مش اللي هو احطه في الدهن ولا حاجه، اهو انا مش هفصل الفيديو وانا معاكم. وهجيب اللحمه بتاعتي، وزي ما قلت لكم انا هاخد بس نص الكميه اللي معايا، يعني حوالي ربع كيلو اهي، يعني خدت كمان اقل من نص لان ده نص كيلو وزياده، يعني ده حوالي ربع كيلو. تمام كده. طبعا ولا استنيت على البصل يتشوح ولا اي حاجه، انا عايزه ريحه كل حاجه تبقى في المكرونه بتاعتي، البصل والفلفل والكلام من ده تبقى في اللحمه وفي المكرونه.
اللي بيهم مع بعض. اول ما تلاقي اللحمه يا دوب بس دبلت انا هوريكم هنعمل ايه مع بعض. هقلبها لحد ما تدبل وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم يا حبايب قلبي. هنا حبايب قلبي لونها دبل زي ما انتم شايفين. هبدا انزل الملح بس هخلي منه شويه للصلصه والكزبره والكاري كله. هخلي منه حاجات بسيطه خالص للصلصه من كل التوابل دي لان انا عايراهم بالايه بالمقدار. اهم ست حاجات بسيطه للصلصه من كل التوابل ونزلت جزء كبير منها عشان ريحتها تطلع مع الصلصه بتاعتي. هقلبهم مع بعض. عايزه اقول لكم ريحه اللحمه بتاعتي طالعه بجد تهبل، يعني حاجه حلوه قوي. طبعا ريحه التوابل كمان. خلاص كده انا بسوي فيها اكتر من كده. كل اللي هعمله هاخد كمان معلقه صلصه واحده اثنين تخلي لي لون اللحمه وشكلها احلى. طبعا هقلبها كده. شايفين لونها عامل ازاي وشكلها عامل ازاي؟ تمام كده خلاص انا خلصت. هروح بقى افضيها. دي الحله اللي انا هعمل فيها حله، يا ريت تكون مدوره كده او لو صينيه، بس انا بحب الحله عشان بقسمتها اعلى. هفضي اللحمه دي بقلب الحله وارجع لكم عشان بس ما تلسعش، وارجع لكم اوريكم هنعمل ايه. ثانيه واحده. انا هنا حبايب قلبي فضيت اللحمه اهي في الحله اللي انا هعمل فيها. هسيبها بقى تهدى وانا قصدي اسيب بقايه بتاع معلقه واحده بس كده من اللحمه والزيت عشان انا مش هحط زيت تاني ولا دهن تاني. تمام. هنزل بباقي التوابل والملح عشان كل ما حمرتي التوابل او كل ما نزلت قبل الاكل في الطاسه على طول او على الزيت او على الماده الدهنيه بتاعتك ريحتها بتطلع حلوه قوي. هنزل بقى ببقيه كميه الصلصه بتاعتي اللي انا عارفه انها هتكفي. تمام كده. طبعا الكميات بتاعتك، يعني انت اعملي الكميه اللي تريحك. لو هتعملي اكتر اكيد هتستخدمي اكتر من كده. لو هتعملي كيسين مكرونه او ثلاثه براحتك. تمام. انا هسيبها اول ما تغلى تغلي سوري وارجع اوريكم انا هعمل فيها ايه. تمام كده. ما تروحوش في اي حته. انا هنا حبايبي على ما الصلصه بتاعتي تغلي شويه هبدا افرد اللحمه دي بسمك واحد في قاع الحله. يعني ايه؟ يعني او في قاع الصينيه او في قاع الطاجن او البايركس اي حاجه هفردها كده. احاول اخليها كلها يعني سمك واحد. تمام. واخليه كل القاع متغطي كويس قوي باللحمه عشان تبقى هي الطبقه اللي تحت. عايزه المكرونه تنزل خالص تحت. انا فردتها اهي. بالنسبه للصلصه بتاعتي اهي غليت حلوه قوي. طبعا عشان عاملاها صلصه بصوا هي يا دوب يعني صلصه على طول. انا هنزل عليها هنا بكوبايه واحده من الميه. كوبايه واحده من الميه مش هكتر. وهقلبها علشان تغلي معايا غلوه واحده. تمام. اول ما تغلي هرجع لكم. بصوا حبايب قلبي انا عايزه اوريكم الحله انا عملت فيها ايه اللحمه عشان دي خطوه مهمه. بصوا انا فردتها في القاع وطلعتها سنه على الجنب. اتمنى تكون الصوره واضحه. طلعتها سنه صغيره على الجنب مش اكتر، يعني خليتها طالعه كده ليها حافه صغيره كده على الجنب. اتمنى تكون باينه معاكم. تمام كده. هنا بقى انا هنزل بالمكرونه دايركت بس هحاول انزل بيها وخليها تفترق المكرونه يعني اهي بس كده. اه هنعملها من غير سلق لان هم بره مش بيسلقوها، يعني في المحلات وكده مش بيسلقوها. واول الصلصه بتاعتي دي ما تغلي هنزود عليها هنزودها للمكرونه على طول اول ما تغلي بس عشان خاطر طبعا المكرونه ما تعجنش ولا حاجه. تمام. خليكم معايا اول ما تغلي هرجع اوريها لكم. بصوا حبايب قلبي هنا الصلصه بتاعتي غيرت وزي ما انتم شايفين اهي. لا هي خفيفه ولا هي تقيله، يعني قوامها حلو ومظبوط. ما تقوليش لا دي تقيله مش هتسوي المكرونه. لا ما تقلقيش هتسويها. انا هشيلها كده على الجنب وهوطي طبعا النار. لازم توطي النار. هحط المكرونه بتاعتي باللحمه بتاعتها وهبدا اسقيها بالصوص ده. حاولي تسقيها بقى كلها عشان ايه ما تنزلش في حبه وحبه، لا عشان دي اهم حاجه. طبعا خليكي موطيه النار ما تعليش ابدا النار
انا هسقيها كلها وارجع لكم عشان الفيديو ما يطولش. انا هنا حبايبي سقيتها بكل الصلصه، الميه مش هتغطيها، يعني انا برده هقول لك عشان مقدار الميه مش تبقى مغطياها. بصوا انا همسك الحله، هي لسه ما سخنتش، بصوا يا دوب الميه فين، يعني اقل منها بسنتي اهي. تاني اهي هميلها شويه، بصوا الميه بتظهر اهي، الصلصه بتاعتي بتظهر اهي، اقل من مستوى يعني اللي على الوش دي اهي، ناشفه يعني مش متغطيه بالميه عشان ما تطلعش معاكي معجنه. المرحله دي بقى المرحله الاخيره، لو انت عامله في طاجن انا هغطيها، لو انت عامله في طاجن او في بايركس حطي عليها ورقه فويل. طب لو انت عاملاها في حله زي ما انا عندي كده عاملاها في حله، هتغطي عليها الغطا، يبقى الغطا محكم عليها عشان مش عايزاها تطلع اي بخار، عشان احنا حاطين الميه يدوب او الصلصه يدوب هتسوي المكرونه وتبقى حلوه. لو زي ما قلنا عاملين في بايركس او في طاجن غطيها بفويل، تمام كده. في ناس بتدخلها الفرن عادي، ممكن تدخليها، بس انا بفضل اسويها دايما من فوق، تمام كده، عشان يعني ما تنشفش اكتر. انا بحبها طريه وحلوه، عشان ولادي طبعا ما يحبوهاش ايه ناشفه قوي. انا هسيبها كده مكتومه ومتوطي عليها، مش هعلي خالص، متوطي كمان، ههدلها النار يعني كمان 10 دقايق ههدلها النار اكتر من كده. بصوا هي كده اهي، شايفين النار هاديه ازاي، اتمنى تكونوا شايفينها اهي، ولكن انا كمان 10 دقايق هديها اكتر من كده ومش هكشفها خالص غير بعد مثلا 10 دقايق، يعني 5 دقايق وهوطي النار وخمس دقايق كمان وهكشفها واوريكم شكلها عامل ازاي ان شاء الله. رجعت لكم حبايب قلبي بعد حوالي اقل من 10 دقايق. انا كان عندي كام طبق كده من الفطار وكام كوبايه كده مطرح اللبن بتاعت الولاد، يا دوب بس غسلتهم كده بسرعه وغليت كيلو لبن، تخيلوا يعني والله العظيم اهو. استنى هوريكم، انا حطيت كيلو لبن في الكنكه عشان انا بغلي اللبن دايما، هو لسه غالي لسه في عنه، المده اللي اللبن غلي فيها اللي هي 7 8 دقائق، ما كملتش 10 دقائق، تمام. انا بغلي كيلو لبن دايما واسيبه لما يهدى، وبالليل ادخله الثلاجه، الصبح اشيل من عليه القشطه. طبعا ده ملوش علاقه بالفيديو بتاع ده، بس انا حبيت اقول لكم وهوريكم برده بعمل الزبده ازاي، وبحوشها كل 4 أو 5 مرات، كل 5 كيلو مثلا بيبقى عندي كميه كويسه بعملها زبده، وهعملها معاكم اللي انا بستخدمها دايما في وصفاتي. خلينا بقى في المكرونه الحلوه بتاعتنا، نجيب شوكه، يعني انا ما كملتش 10 دقايق عشان بس ما تسيبيهاش تعجن ترجعي تقولي ام ساجده قالت ان المكرونه ما بتكملش ومش عارف ايه. بصوا شايفين الواحده اللي على الوش اهي، هوريها لكم ازاي. استنوا هجيب طبق اهي، دي اللي على الوش اهي، استوت تماما اهي، استوت خالص اهي، تمام كده باينه، استوت ما كملتش 10 دقايق، تمام كده، ولسه فيها، انا حاسه ان فيها سنه، بصوا يعني لا ما فيهاش، يعني ما فيهاش صوص، يعني يا دوب استوت، بس انا حاسه سامعه صوت الشقشقه الصوص كده بتعمل فيها، تمام. انا بقى هعمل ايه دلوقتي يا حبايب قلبي عشان اعرف اقلبها، ان شاء الله تقلب معايا وما تكسفنيش. هغطيها كده، تمام، استنى عليها ثانيه كمان لما تعبي بخار، عشان انا اول ما كشفت طلع كل البخار بتاعها، وزي ما انتم شايفين بصوا الحله يعني الحمد لله مغلقت مغلقه الحجم. على فكره دي يا جماعه ميه، انا الميه بتاعتي هنا وحشه جدا، اما نقطه بتيجي على الحله بتعمل الشكل ده، بس انا والله بغسل المواعين حلوه قوي، لكن انا عندي الميه صعبه جدا جدا، فيها املاح كتيره قوي قوي عندنا، فبتعمل اي نقطه بتبص تلاقوها عملت كده. المهم يعني انا هسيبها دقيقه، انا خلاص سبتها الدقيقه اهو وانا بتكلم معاكم، هطفي عليها وسيبيها كمان دقيقتين او 3 دقائق، تمام، بحيث انها تسيب خالص من الحله. هخلص واقلبها معاكم، حتى لو ما اتقلبتش هناكلها برده، بس ان شاء الله هقلبها معاكم زي ما بقلبها كل مره، وهتبقى حلوه وناجحه وهتشوفوها بعينيكم، ولو ما اتقلبتش هناكلها برده مفيش مشكله، كده كده احنا هناكلها. استنوني بقى هسيبها دقيقتين بالظبط عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، وهرجع لكم وانا بقلبها او بعد ما اقلبها على حسب بقى، تمام، خليكم معايا. انا سبتها دقيقتين بالظبط ورجعت له، حضرت السيرفيس وحاول اقلبها معاكم، ويا رب تتقلب وتبقى كويسه ما تضحكش الناس عليا اهي، شايفين لسه البخار فيها، السيرفيس عليها، تمام، بسم الله. تفتكروا ايه بقى، عايز احطها، تفتكروا ايه اللي حصل، اتقلبت، السكينه دي مش متوسخه، انا كنت مدخلاها كده في جنب المكرونه اتاكد انها سايبه، فتاكدت انها سايبه، بس برضو الواحد ما يضمنش، خطه كده كمان، بسم الله. بصوا في بواقي لحمه، مش هكذب اهي طالعه في الحل، ولكن ادي منظرها حبايب قلبي، قطعت
طلع على بقى البواقي دي انا كان المفروض استنى عليها ايه كمان دقيقتين لو كنت استنيت. بس بصوا انا عايزه برضو وانا بكحت اللحمه اوريك سايبه من الحله اهي ولا شايطه ولا محروقه. انا كان المفروض استنى كمان دقيقتين بس انا استعجلت عشان ولادي واقفين ورايا عايزين ياكلوني عشان انا النهارده اتاخرت عليهم جدا في الاكل. كان عندي توظيف في الشقه وكان عندي حاجات كتيره بصراحه فتاخرت عليهم في الاكل يعني العشاء قربت جدا وهم فطرانين من الساعه 10 الصبح. فعايزه اقول لكم يعني عايزين يضربوني. انا بس طلعت اللحمه بس انت ان شاء الله وانت بتقلبيها الحله اهي للمره الثانيه انا قصرت اقلبها معاك والله ولا شيطه ولا فيها اي حاجه اهي. يا رب تعجبكم يا رب تكون الطريقه ناجحه. وصدقيني حتى لو ما اتقلبتش معاكي مفيش مشكله قلبوها وكلوها بس والله العظيم طعم ملوش حل ولون. بصوا المنظر بصوا لونها عامل ازاي جميله جدا ومستويه من اول واحده لاخر واحده زي ما انا وريتكم. كل الحبوب يعني كل الوحدات مستويه ومستويه بصوا بشكل جميل قوي يعني بصوا مستويه وشاربه صوص وطعمها مش عايزه اقول لكم ما ادوقها. على راي ريتال بنتي يامي بجد حلوه قوي. جربوها. عايزين تعملوها في طواجن صغيره اعملوها على قد الولاد بس انا هنا بقسمها عادي وهما بياخدوها. اشوفكم على خير يا احلى متابعين. عارفه اني طولت عليكم ورغيت كتير قوي بس بجد انتوا بتوحشوني وبحب جدا الكلام معاكم. اتمنى تشتركوا في القناه فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.